يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، هل يراد به النفاق الاعتقادي أم النفاق العملي؟ لا، النفاق العملي، لا هو النفاق الاعتقادي، لكن المراد به النفاق العملي، العملي اللي هو يعني الرياء والسمعة، يعني قل من يسلم منه الرياء والسمعة وحب المدح. على الإنسان أنه إذا طرأ له شيء من ذلك يدفعه في الحال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقدح، لهذا قال صلى الله عليه وسلم أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ما قال أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. الرياء شرك أصغر، يمكن يجي للصحابة، يمكن يجي، لكن الصحابة يدفعونه ويخافون منه. نعم.